بص يا شباب، احنا دلوقتي كده في محطة مصر اللي هي رمسيس، لسه نازلين من القطر. هنعمل جولة النهاردة ان شاء الله في قاهرة المعز ومصر القديمة. هنوري لكم ان شاء الله مباني أثرية جميلة بإذن الله، وهنوري لكم اغرب سوق في مصر ويمكن في العالم كله، سوق السيدة عائشة، سوق الثعابين والانتيكات والحاجات القديمة. طبعا انا هنروح لاخ ليا، اخويا وصديقي مايكل، هيعرفني شوية عن السوق وهو اللي هيوصلني برضه. خليكم معانا شباب ان شاء الله، فيديو حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندك مسا ان شاء الله. النهاردة يا جماعة احنا في ضيافة الاخ مايكل، هيودينا سوق السيدة عائشة. ان شاء الله نتفرج على السوق ونشوف ايه اللي فيه. اخونا مايكل اهوت، بسم الله، شكرا، الله يحفظك يا رب. وطبعا اخويا محمد فايز على قديمه، صاحب الرحال القديم. ان شاء الله نقدمه فيديو كويس ان شاء الله، وهنحاول ندور على عدد الصيد فين في السيدة عائشة، ونعمله فيديو كويس باذن الله. في صيد وفي سمك، وتديهم برضو فكره سمك زينه، وفيهم في حاجات كتير قوي يعني ان شاء الله. والكلاب والكلاب وقطط وحيوانات، كل جميع انواع الحيوانات هتلاقيها في السيدة عائشة موجوده هناك. هتشوف كميه حاجات كتيره جدا، اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك. انتيكات، هو سوق قديم بس في ناس متخصصه، في حاجات حلوه بتعرف تطلع حاجات حلوه جدا من السوق دوت، مش حاجه اللي هو اللي فاهم وقاصد حاجه معينه بيعرف. يعني انت فاهم في العدد بتاعت الصيد، هتعرف تطلع حاجه حلوه. اللي فاهم مؤاخذه في تربيه الكلاب هيعرف يطلع حاجه حلوه، اللي فاهم في الانتيكات هيعرف يجيب حاجه حلوه ويصطاد حاجه حلوه، اللي فاهم في المواتير بيعرف يطلع مواتير من هناك حلوه. كل ده في السوق وكلها باسعار حلوه. فكل حاجه موجوده، يعني في من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله خليكم معانا، يكون فيديو حلو ان شاء الله، وكلنا بنتثقف، ودي رحله من رحلات الايه الرحاله باذن الله. خليكم معانا يا شباب. دي الدويقه في وشك دي على طول، دويقه واللي على على اليمين دي ده المقطم، اللي على اليمين المقطم. استنى ما الشجر يمشي هتشوفه، ما نطلع الطلعه اللي جايه دي هتشوفه ان شاء الله. واللي جايه دي هتبتدي تبص، انت داخل على القلعه يعني كده، انت شفت القلعه. ايوه، لو شفت شكلها بالليل بقى مختلف تماما القلعه. طبعا ساعه ما نوروها بقت حاجه تانية خالص. يعني اللي عندها العمدان بقى دي، ده المقطم، المقطم ده. اللي هو في الوش. ايوه، وطلعته جايه قريبه. دي مقابر ولا ده دي بيوت دي؟ دي مقابر. ايوه، مقابر ايه دي بقى دي؟ لا مش عارف اسمها ايه، بس هي تلاقيها مقابر السيدة عائشة. السيدة عائشة، لان في مقابر تاني عند سوق مجرى العيون. ايوه هي المنطقه فيها، لان هي المنطقه دي يعتبر اثريه، اقدم من اقدم منطقه في القاهره دي. القلعه ده، سور القلعه، سور القلعه ده. ده اللي انا بقول لك عليه، الدويقه، تمام، والمقطم يعتبر دوت، وطلعته من على الشمال هنا. حريفه سواقه انتوا برضو في البلد هنا يا جماعه، ما عشان متربيين هنا. ايوه، نزلنا. بص في دخلة تاني، دي برضه دخلة القلعة دي. كده احنا وصلنا السيدة عائشة. السيدة عائشة دي منطقة السيدة عائشة. كده يا جماعة احنا وصلنا كده السيدة عائشة، يا مسهل الحال يا رب. بيتنا هي ورد ان شاء الله، الله يجعل نهاركم ورد ان شاء الله. عمنا السلام عليكم، الله يحفظك. طب اللي ادالك سكرول يلا
حبيبي السمك اللي احنا شفناه ده كله مجمد يا جدعان. ها حاجه حلوه تعبان اصغر اصغر تعبان هنا عامل كيف؟ بص الجماجم دي يا محمد. انا عايز الانسان بص شباب احنا كده تقريبا كده في نص الفيديو بالظبط، فضلا يعني وليس امرا يعني عشان بس الفيديو ينتشر معنا بعد اذنكم ادعمونا بلايك لو سمحتوا، واللي عاجبه القناة وعاجبه الشغل بتاعنا وحابب يستمر معنا يشترك عندنا في القناة، بس بالله عليكم يعني ادعمونا ادعموا الفيديو دوت بلايك عشان يقدر ينتشر ويوصل لكل الايه لكل الناس، وخليكم معنا شباب لسه مستمرين ان شاء الله حبايبنا. الشمس طلعت اه؟ ها اه؟ عينهم ما زبطتش في الطلعة. الوقت حلو يا عم ان شاء الله. يا اخي عامل ايه؟
في نعمة والله. أخبارك إيه؟ والله في نعمة الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. والله بسم الله ما شاء الله. طوابير هي موجودة. يلا صاحب شلون انا ولا من هنا عدد الصيد بتاعتنا يا جماعه، بس ايه جينا لها متاخر خالص. احنا هنلاقي مكان قديم ان شاء الله والحاجات الحلوه ديت، ولا هنبوظوا لك الدنيا على الفاضي ولا ايه؟ مش عارف. ايوه. طب الاسعار ايه عشان ما نعذبكش؟ انت شوف المكان الاول دي ميتشل دي صح؟ اه ايوه. دي عايزه ايه فيها؟ عايز 300 يا راجل. يا طيب والكبيره بتاعتها تشتريها مني؟ وشوفها وريها لك. فين ابو اتنين؟ ده ب 2 جنيه. اه تلاتة. وده بثلاثة؟ وده بثلاثة بقى. ده بخمسة. كبير بخمسة وصغير بثلاثة. الحاجات دي صلب ولا ايه الكلام؟ اه ماركة. ماركة. بص يا جماعه احنا وصلنا لعم ايمن هنا، بس وصلنا له متاخر. يعني عم ايمن بقى متخصص في سوق السيده عائشه، ايه الحاجات اللي هي الاستعمال، وفي عنده برضو حاجات كويسه وصنانير وعده، بس احنا جينا متاخر وهو بيلم. عم ايمن انت مكانك فين بالظبط بقى كده؟ وصفه للناس بالله عليك. في شارع طحاوي عند سوق الهدوم كده. عند سوق الهدوم. اه طب معاك رقم تليفون؟ اه اكتبه. قول قول انت. 0-100-81-39-212. 0-100-81-39-212. اللي عايز يسال على اي حاجه استعمال يا جماعه هنا عند عم ايمن اهوت بالصلاه على النبي، يعني عنده ميتشل، بس هو قال لي في الميتشل الصغير دي 300 جنيه انا ما قبلتش عليها يعني، بس هو ان شاء الله يعني ايه هيحل في وقت تاني ان شاء الله. ماشي يا جماعه. ماشي عم ايمن. بتنزل حاجات كتيره وبتنزل حاجات كتيره معايا يعني. خلاص قول الرقم تاني عم ايمن. 0-100-81-39-212. يا جماعه اللي هو قريب من السيده عائشه وغاوي الاستعمال وبتاعه وهيعرف يشتري يجي للراجل الطيب ده ان شاء الله. يجي ينوروني في اي وقت تحت امرهم. حبيبنا عم ايمن. واسعار برضو مريحه يعني ان شاء الله. انا خدت منه شويه الصنانير ديت، صنانير كبيره والله عجبتني. يعني برضو عملنا اي حاجه. أنا عندي مالح وعندي عازب وعندي بسم الله ما شاء الله. وخيوط هنخش دكرة. عليك انا على الحرير ده دلوقتي. ايوه. طب شوف لي كده ال 35 وال 40 والكلام ده. الصلاه على النبي. الصنانير دي يا جماعه اهيت عنده الصنار الكبير دوت باثنين، وده برده باثنين، وده بثلاثه. الحاجات الكبيره دي انت قلت بخمسه صح؟ اه ده بخمسه. وفي اكبر كمان. الحاجات الكبيره دي بخمسه جنيه. والله اسعار حلوه مش وحشه. كنت بلم يعني بقى. ده فيولا حبيبي انا، ده انا عاشق الفيولا يا جماعه. تمام. هنشوف انا بقى نشتري ايه انا بقى، ولو جبت حاجه هنقول لكم عليها. الفرش الجميل ده كده، وبعد كده نتكلم مع بعض. ده مكان تاني برضو هنا يا جماعه في اخر السوق. طبعا احنا ختمناها كده بالتوك توك يا جماعه. ابو التكاتك اضحك للكاميرا. صباح الفل يا رجاله. بصوا يا شباب احنا كده خلصنا الجوله بتاعتنا خالص اللي انتوا شفتوها دي. ركبنا طبعا التوك توك دوت، قلنا ايه برضو نشوف وجه تاني من مصر القديمه، ووصلنا للميكروباصات اللي هي بتبقى تحت كوبري السيده عائشه.
على اساس بقى لو عايز تتوجه مثلا ترجع للمحطه تروح العتبه تروح اي مكان يعني ايه الدنيا مفتوحه من هناك شويه يعني ان شاء الله عايز نروح فيا مساء الحال برضو بنرجع عليكم تاني بالله عليكم ادعمونا بلايك ماشي شباب خليكم معانا باذن الله هنروح ناكل لقمه كده على السريع ونكمل بقيه رحلتنا ان شاء الله حبيبي عشان لما اجيب التعويض لقمه شعبي كده يا جدعان اتفضلوا معانا يا جماعه كده شباب احنا وصلنا عند الكوبري وكلنا اللقمه الخفيفه دي كده اي حاجه يعني وركبنا سرفيز اهوت او ميكروباص الميكروباص دوت فضل ماشي بينا لحد العتبة بيديك مسقط تاني بقى ايه رؤية تانية كده للقلعة من الجنب التاني خالص دي احيات القلعة من الجنب التاني خالص وانا مش عارف صراحة الجامع ده ايه عشان بس